السلام عليكم ورحمة الله، معكم أمين نصر الله عن اللجنة الوطنية للضحايا امتحان الآلي لمزاولة مهنة المحاماة. اليوم يعني نطي من دواء صحفية اللي يعني بلغ الرأي العام بآخر مستجدات القضية ديالنا وبالخطوات النضالية التصعيدية التي سنأخذها إن شاء الله ابتداء من يوم الجمعة. الخطوات النضالية التي تتجلى في إضراب مفتوحة للطعام، لأن لا يعقل أن شهرين غدا تدوز على أكبر فضيحة في تاريخ وزارة العدل، وأن ولا جهة فتحت تحقيق رغم أننا سلكنا كل السبل الممكنة على المستوى القضائي، على المستوى الحقوقي، على المستوى السياسي، الدول الملكي، فما يمكنش. وكأننا نعيش في دولة الغاب، القوي يأكل فيها الضعيف، لا محل لنا ولا موطئ قدم لنا. لذلك ناخذ هذا الإضراب على الطعام، ما يمكنش. ما يمكنش في هذه أكبر فضيحة اللي ولا عارفة كل شيء عارفة. مشينا النيابة العامة، مشينا القضاء الإلغاء، مشينا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشينا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من رشوة ومحاربتها، النواب البرلمانيين، الدول الملكية، ونظمنا وقفات، القضاء الاستعجالي. الناس أش بغاو عندنا؟ شنو بغاو عندنا؟ ومن يتستر على البعض فليتحمل مسؤوليته، التاريخية، وليتحمل مسؤوليته الخطوة اللي غادي ندير. لأن المرة الأولى كنا ولا زلنا. أنا بحسن نية مشينا للمؤسسات، داكشي اللي قرينا في القانون، قلنا ودي راه كاين المؤسسات اللي غتكفل لنا الحق ديالنا، ومشينا عباد الله، ولازلنا لغاية يومنا هذا وكأننا لم نقم بشيء. يعني شنو واش حنا في دولة الحق والقانون؟ واش حنا بالفعل في دولة الحق والقانون؟ أولا في دولة الحق القوي يأكل الضعيف. فالأمور واضحة وخطابنا كان واضح ولازلنا عليه، أننا لن نتنازل حتى وإن كلفنا ذلك أرواحنا، لأنه صافي احنا كشباب كل شيء كحل في عينينا. لكن اذا كان من داعي للموت فنموت بشرف احسن لنا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.